كريم ممكن تكلم لنا على الهزة الأرضية؟ شكرا للجريدة ديالكم الجريدة الإلكترونية حوار بريس على التواجد ديالها بالقرب من الشاطئ. كنا داخل الشق داخل العمارة حسينا بواحد الهزة أرضية ثواني معدودة، نسأل الله الحسن لطف الله على عز وجل، وبالتالي كانت واحد الهزة يعني طفيفة جدا، تكون النسبة ديالها ماشي كبيرة بزاف، وخرجنا للشارع باش من أجل ضمان السلامة إن شاء الله بحول الله جميع المغاربة كافة وجميع المسلمين. بالمناسبة كما قال الأخ هذا الزلزال ربما احنا كشباب كشعب مغربي كنا نتوقعوا اكثر منه، علاش؟ لان لاحظنا من خلال عده منابر من بينها اليوتيوب بزاف المسائل بحال المنابر ومواقع التواصل اللي كنشوفوا شي مسائل يعني كنستغربوا. احنا كشعب مغربي الحمد لله كنعيشوا استقرار ديال بلادنا، المغرب الحمد لله عايش استقرار ديالو، وكاين البشر سبحان الله وعار ولا واعر بزاف، وكما نقولوا حنايا بالدارج ديالنا راه بالصيف ما يجينا الزلزال، لان كتشوف بزاف ديال البشر ولا سبحان الله العظيم ولا الشر اكثر من الخير. ولكن فينا خير، كنا فينا خير الحمد لله، فينا خير رغم ذلك كنا فينا خير. انا كنقول بعد الله يهدي الله يغفر لنا ولهم الله يهديهم. الحمد لله هذا اللي كنتمناه، ولكن الزلزال لكن الحمد لله الحمد لله اللي كان نطلب من الله سبحانه وتعالى. كنقول ديما الحمد لله عندنا الرموز ديال العداله الحمد لله، وعندنا الاجهزه والحمد لله، عندنا الداخليه وعندنا بزاف الناس لحد هذه البلاد، هذا هو اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى، عندنا الرجال ديالها. اما اي حاجه كتجي الا وعندها اي حاجه كتجي الا وعندها المبررات ديالها. الحمد لله الحمد لله، هذا اللي كنتمناه. وفي اخر المطاف كنقول كلمه واحده، عاش الملك. شكرا شكرا.